عدنا من جديد. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، معكم حتى ال 11 نتاع الصباح. نعم نطلع على الميتيو. ميتيو متوقع أن يكون طقسنا اليوم نوعا ما يشهد سحب عابرة على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة قرب السواحل الشرقية، وبين 37 و43 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي. أما الرياح تكون من القطاع الشرقي فمعتدلة قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر قليل الاضطراب خليج الحمامات ومنطقة الشبة ومضطرب ببقية السواحل. هذا طبعا تابع وآخر تحيين للموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية برجك وحظك اليوم شنو يقول لك في الهوروسكوب بعد دقائق قليلة، خليكم معنا برشي عليك.